سؤاشن كلو حوي إن مقعي هو عبدي علي وحن جوغا دلك السودان قبل أن قرابنا هاي با ويل إيقا تكتي وحي هشير سبونسر وحينا أوبح ذا قربها ويل كو حوت شري هل سنو قبل دي وحريرا إلا ما سو سمين مدو دان سيدي دي طوان سنو ويل كي وان كحيي وحانا وحنا وان باري وحونا ان وقاتا انان انيقو دالي ما داما اوسان ابي هو يكلا عرق ويلجيس وحانو شاقي ويلكي ما داما او نقضي ويل لباتن جرأة او شقيستا ما انتنا وح ايقا باهنين انان اهين ابيه دالي لكن وان كسو وحان كسو كوريي ان انا هاي ابيه سي دالي ويلكي ارنتي وحي كنو قطي فيلان وا وكان حي وحان أنيجي ويلك راديني هو يدي داشي ويلك أو تشوك تقربها الحمد لله وان هلاي ويلكي هو يدبا وي ان وي ودا هادلين ودا هاد الكاتب وحو كعود صدي هو يدي إناي بارتو آباء هي ماشي وكسو تشيدو أرنتا لغو مقوليسان هو يدينا ويلكي ماين قنعين انتا سكدب وحا نوع داتي إن آن آباء تشيرين ويلكي قواد بوداني وحونا آبا كاديك تاي آنيغا وحونا إيوي دي آبا آن أذيغا آهين مليهي إي آبا آبا إن قبادا مغا عاغا إيو دون مركا شاق سومالي دو قباد ما سيان نين آن آبا لاهين مركا انتو حاران كود عيلها شراعادو ما إيو أغرشا هاي إنان إراهدو آنيغا دالي قبادا إي سيا ويلكا وجزاكم الله خيرا. بسم الله هرتا قصدان وي بدن تاي سيدان وكالي وي ودع دا او عرور تا عبالا آن تا ويهن وي بدن يهن اولي بدد اخيار انتي قادان اي كوريا هدونا اي ادكاتو اللي نلمهي وحو اندعو كوكا لقاضي ابيهي هو يدي دد او حيستو هدو ان لوشي وغو اولي ده هدو aabaha iyo hooyada ma nihin yani dhaawac weynna way keentaa waana mushkilad taagan oo runtii dad badan haysta waa marka koobaad horta ninkaasi khayr ilaah siiyo ixsaan weyn buu horta sameeyey oo runtii bini aadan waliba aadan dhalin inaad koriso ood wax barto ood gaadhsiiso heer isku filaado arjeenay waa wax weyn oo miisaanka xasanadka u gali doona insha Allah ta'ala waana ku mahadsan yahay mid labaad wiilka marxalada hadda uu soo gaaray sax weeye in loo sheego oo uu ogaado xaqiiqadiisa laan ahkaam badan baa ka dhalanaysa in uu isagu aaba ahaan uu u sii ahaado oo uu qariyo oo abtirkiisa siiyana waa qalad صوت وحوي حقوق با كدلانيسا دخل با كدلانيا غور با كدلانيا محرمني ما كدلانيسا حقوق اد فربد ما كدلانيسا او ابتيركي يو دلاشدي كو ايماناي ارينتاس ماركا صح ما اها انو ابانيمو اوسي اهادو اوسي اعتقاديو وين ارينتو حداتو لكن سي حكمديسن او ادي اد او اسلوبيسن ان لوغا دادخيو ارينتا ايدا او داوع ان كينين لسكو داي انو سن قلبي سو داوامين هذه اعتماد غور يمت ان او مادام او سو كوريي مسؤوليه دي سي اوداي نيمدي سي يو قادو مويانه لكن ابان او اهي وغوما غورين كرو لانو مسلدي هدا ان كسو هادلينا القران كديداي ودعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم yaani wax weey caruurti hadii aabahood la garanayna aabayaashood ugu yeera hadii aabahood la garan waayna waa walaalihiin iyo mawaalidiina way diinta mawaalidiin ku ah oo dadkii carabtu yaani wax weey ay qaabki adoonsigi iyo ay ku hayn jireen waay markii dambe tabaniga ilmayaasha ay ka dhigteen markii dambe sharciyadu ay meesha ka saartay marka ilmihi aabihi la garan karana aabihi la raadsado ilmihi aabihi la garan waayna waa walaalkiin diinta walaalidiin ku ah marka waa la diiday in la isku lagu yani ay ku sii abtirsadaan dadka ay la joogeen
مسألة مركب وحوي ساس ومسألة تبني وشريعة ويديدي محل صمينا يا مركب ويل كي جور بورها صحوي إن وصن حمان كل إن ولا إلاليان ولا جامرمان وحل صمينا يا صومالي دو هذا دقن كي أتكا ويل أن أبلهين لوم جوريه جوار أن أبلهين لما جور سدو وحبذا بقى إسبدلي دقن كاسي wax badan baa isbedelay wax badan baana fududaaday iyaga ahaan ilmuhu inuusan aabba lahayn hadduu akhlaaq iyo diin iyo dadnimo leeyahay looguma diido muxuu ahay guur looguma diido asalku asaas laana shareecadu waxay fiirisaa ruuxan diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dadnimadiisa hala fiiriyaa hadday tahay lama helayo dad guursada oo sidaa ku guursada arrintaas sax ma aha waa helaya Soomaalida dhexda laga helaya dhalinyaro waa iskuursadaan hadii la waayana xataa adduunka Soomaali kaliya ma aha Sooma Suudaan duu ka guursan karaa oo Carabtaas kale uu ka guursan karaa oo yaani Cajamka kale uu ka guursan karaa oo guurku kuma xidhna oo muxuu ahaayey Soomaali kaliya kuma xidhna hadday noqon lahayd ruuxii guurba looma hayaba masala kale ahaan lahayd laakiin guurkiisu waa suurtagal ajnaas kale uu guursan karaa xataa Soomaalidu hadii laga waayo وبالتالي وح قصب يمتشرو إن آباء آبيه أهين لوغو أبتشريو وحاك لو كإيمانا يددك الله لما عملونا يقبرنا لغا قرسنا يو أيها لفتو دا خيانا يكتح صوما إلا بري قرصونان ما يسوي صوبح دونتا محاك لنا يمركا ويل كيو قبرنا لو قريقي ويرير وضا النقدين هدي ديب كسو بحضا إنو سنين كان يدالين محا إيمان كرا isku dhac iyo guri burburo iyo waad khayaantay iyo ficilana wax way xuquuq da marka yani wax way ama beeca ama marka la mucaamalonayo runta iyo qeexidu waa laba shardi oo asaasi ah in aqdiga Ilaahay barakeeyo hadii kala qish buu noqonaya man qashana falaysa minna bay noqonaysa dadka inaad xuquuq qariso waxay soo gelisaa xadiidka Nabiga kula sallallahu alayhi wasallam muxuu ahay labada ruux oo kala iibsanay fa in sadaqa wa bayana burika lahumu fi bay'ihima وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما بركة عقود بني آدم كدحمر ليس إن وحب الله يسقرن وحل عدايو أي أساس وإلا خيار يغش بين قنيسة بركة مفسدة كإيمان إنسان ويكدر أنت تنهى الضهيستة سيدا صح ده بركة وحوي ويل كنا إلا قنعيو صح جور كي سنة محو أهل وجود دالو لكن أن ضدك حلو قريب شيخ ما إن ودد قارب لا جاب إني أما ضدك قارب لا جاب إني أي صوت رحيم فكرة دا إن ما دام ويلك ما جعيس كلي عن لوجو بسن كريم ما جع أبا أسامينتيس مثلا ما جع نسك جودو مثلا عبد الله أو كلا فلان ابن عبد الله يعني كل أبي وأدون إلهي مركا نوع إذا كبر taadum la wixii documentation ad document lagu sameeyo ruuxi hadda maba noolaan karo document laan marka wixii document lagu sameeyo dhimala midalan waxa loo bixin kara muxuu ahaay midalan hadii abdullahi la dhaw kale abdullahi nuuh aadam baa loo bixin laana nuuh lagu mara aadam lagu mara soo marka ama magac kale oo muxuu ahaay munaasiba baa loo bixin kara marka taa mushkila ma leh xagga dokumentiga laakiin xagga hal ruux nasabkiisa inuu qaato abtirkiisa ka hadlay.